صندوق النقد، صندوق النقد بيتوقع، ده كلامهم هم مش كلامنا احنا، ارتفاع حجم الناتج المحلي لمصر لتقريبا 32 تريليون جنيه. امتى؟ خلال الخمس سنوات القادمة، يعني تقريبا على سنة 2029. طيب ده معناه ايه؟ حجم الناتج القومي ده معناه انه الاقتصاد بتاعك يصبح اكبر، حجمك الاقتصادي اصبح يصبح اكبر. طيب انعكاساته ايه؟ طيب ده سنة 2029، لو انا جيت قارنته باقتصادات اخرى هبقى انا فين؟ ده سؤال مهم جدا. طب وتأثير ده ايه على، لو صح تعبير، رفاهية المواطن؟ خليني هنا اخد معايا على التليفون استاذ احمد خطاب الخبير الاقتصادي المعروف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. حضرتك ازاي الصحه؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام، وكل الاخبار الايجابيه اللي انت بتقولها ديت اخبار سليمه وحقيقيه 100%. ومصر بتنهض اقتصاديا على جميع المستويات بشهادات دوليه من ستاندرد اند بور وفيتشي وكل المؤسسات الدوليه، منها صندوق النقد الدولي باسس في سينا جزيره. عظيم جدا، يعني ستاندرد اند بورز او فيتش او صندوق النقد الدولي، كمان انا شفت اكتر من تقرير على اكتر من مؤسسه ماليه، جي بي مورجان الى اخره. يجي هنا السؤال، معنى ايه الرقم بالنسبه لنا؟ يعني ايه 32 تريليون جنيه مصري عام 2029؟ ده ترجمته ايه؟ ده ترجمته ان مصر خاصه بعد القرارات الاخيره اللي اتخذتها السيد محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله من تحرير سعر الصرف، ودي كانت المشكله الكبيره اللي بتقابل المستثمرين الاجانب في الدخول الى السوق المصري، وان قال بشكل واضح وصريح ان هيكون في سعر مرن للدولار وهيكون في عملات اجنبيه متوفره في البنك المركزي، خاصه بعد اتفاقيه رأس الحكمه مع الشراكه الاماراتيه ب 35 مليار دولار، خلت الاقتصاد المصري يتعافى بنسبه كبيره، وخلت الاقتصاد المصري يكون جاذب لاستثمارات عربيه سعوديه وقطريه ومن بعض الدول الاوروبيه ايضا، بالاضافه الى ان لك معدلات نمو ايجابيه حتى كان في ظل ازمه كورونا وظل ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه، وقبل للزياده في 2024 2025، وسوف تستمر في الزياده وصولا الى 2029 وتحقيق مبلغ ال 32 تريليون دولار. مصر لديها فرص استثمارية واعدة لم يوجد لها مثيل في أي دولة عربية أو في أي دولة في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، بما لديها من محفزات استثمار قوية جدا. عندك استثمار في رأس الحكمة، ده استثمار واعد، عندك استثمار في العلمين الجديدة، عندك استثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، عندك استثمارات في ميناء السخنة ومواني البحر الأحمر بورسعيد ودمياط، موانئ لوجستية كبيرة بالشراكات مع شركات عالمية زي الدنمارك وزي كندا وزي الصين وروسيا، عندك دخولك في تحالف كبير زي البريكس بداية من 2024 تم تفعيله، وده بيضم دول رائدة ودول لها معدلات نمو عالية زي البرازيل وجنوب أفريقيا، وأيضا روسيا شريك استراتيجي فيه ودول أخرى، سوف تعزز من زيادة حجم التبادل التجاري المصري وأعضاء دول البريكس وحجم التجاري المصري بين مصر وأفريقيا، لأن مصر سوف تكون بوابة التجارة من أفريقيا إلى الدول أعضاء في البريكس وكل دول العالم. فأنت عندك قناة سويس جديدة وقديمة، وعندك منطقة لوجستية، وعندك استثمارات في قطاع البتروكيماويات عظيمة جدا، وصادرات زادت 23% في هذا القطاع، ونهضة زراعية، صادراتك الزراعية زادت 110% وقابلة للزيادة بالذات بعد أزمة روسيا وأوكرانيا، فدي كلها محفزات بتخلي من مصر دولة جاذبة للاستثمارات الدولية مباشرة، بالإضافة إلى نمو ونهوض قطاع السياحة بشكل مستمر ومتواصل، وبيدخل عملات أجنبية تفوق ال 14 مليار دولار سنويا وقبل الزيادة إلى 30 مليار دولار سنويا خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. مصر خدت إصلاحات هيكلية شهدت لها العالم، وخدت قرارات اقتصادية صعبة تحملها المواطن المصري، وكان البطل فيها طبعا هو الشعب المصري والمواطن المصري، لأنه تحمل جزء كبير من عبء الإصلاح الاقتصادي، ومصر الآن بتحاول تزود من معدلات نمو وتقليل معدلات التضخم، ولو تلاحظ بعد رمضان اسعار العديد من السلع الاستراتيجيه بدا ينخفض، وكل ده اشاد به صندوق النقد الدولي، بالاضافه الى حفاظ مصر على الانفاق على قطاع الصحه وقطاع التعليم، وده القطاع اللي بيحتاجه شريحه كبيره من الشعب المصري. طبعا انا بشكرك جدا جدا استاذ احمد خطاب الخبير الاقتصادي.